بالنسبه للاجتماع مع الاستاذ نبيه بن عبد الله وبعض قيادات ديال التقدم الاشتراكي، هذا اجتماع بطلب مني باش حنا غير نناقشوا ونعبر عليهم على اننا حنا باقي حريصين على بقاء التقدم الاشتراكي في الحكومه اولا، ثانيا حريصين على ان يبقى التحالف ديالنا حزب عدالة التنمية التقدم الاشتراكية استراتيجي من موقع الحكومة باش نخدموا، لان عندنا اوراش مهمة هاد السنة 2019 غادي تشهد واحد المجموعة ديال الاوراش استراتيجية مهمة جدا. ميثاق لا تمركز هذا ميثاق منتظر 13 مرة وجلالة الملك في الخطابات من 99 الى اليوم هو كيقول فينا هو هذا لا تمركز، الحكومة ما خرجتوش خصكم تخرجوه، الان الحمد لله ان شاء الله تقريبا غادي نخرجوه يعني في القريب هو في المراحل الاخيره في الاسابيع الاخيره. ثانيا الحمايه الاجتماعيه، الان نحن في واحد التجديد كل ديال هذه الحمايه الاجتماعيه اللي مهمه جدا في محاربه الفقر الهشاشه وصول الخدمات الى المواطنين الى اخره. اذا هناك اوراش ذات مهمه جدا واوراش اقتصاديه، هذا الاصلاح ديال المراكز الجهويه والاستثمار اللي هي بدات في 2002 ولكن واحد الصيغه كل مره كنقولوا دابا نصحوا دابا الحمد لله خدينا هذا الورش بدعم من جلاله الملك وان شاء الله غادي.